السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد اليوم جايب لكم مقطع رياكشن في القناة الرئيسية. زي ما قلت لكم قبل بين فترة وفترة راح أذكركم القناة الثانية قناة رياكشن اللي نزل فيها رياكشن بس. فاليوم جايب لكم لقطات غريبة ومكتوب في العنوان أغرب جيم أو أغرب بداية جيم. لقى خمسة لاما كذا خمسة لاما قاعد أشوفهم هم فوق فحدد عليهم كلهم. ما أدري شلون هل أخذهم كلهم هلا راح تشوفون في اللقطات هذه. فقبل ما يبدأ المقطع لا تنسون زر اللايك وشكرا على الدعم اللي قاعد تسوونه. شكرا على 107,000 مشترك. شكرا لكم جميعا وشكرا لكل واحد قاعد يحط كود شوب يسهل. الله يسعدكم جميعا اللي حاطين كود شوب. الله يسعدكم جد ما ادري ايش اقول بس الله يسعدكم. متابعنا انستغرام وسناب طلع قدامكم الشاشه. خلونا نبدا في المقطع. اول لقطه طالع بجلاين ما مع اي رصاص. وهلا اعطاه حبه كذا يا ساتر. اوكي هذا زابل ما ادري عنه يا ساتر. احو احي راسي بلاير فاوند لاما لما بيفور ذا ماتش. اوكي كم بيلقى لاما خلينا نشوف. هو قال 5 اوكي بس واضح انه من 3700 متر يا ساتر. اوكي اوكي حس الوضع فيه انه ما ادري شلون يلقون كذا اللاما حرفيا. وشوف اللقطه كيف والله والله اعطاهم ترقيص وهو في الهواء. اوكي ايش تقول بيموت ها قلبت عليه السياره يا ساتر. يحضر رخيص. اوكي اسمع صوت سياره بيصدمه بيصدمه على اخ ثاني. وات لا والله كذب والله كذب يا حبيبي. وين اوكي هذا واضح ان حق تري شوت. يا ساتر يا ساتر ياخذ تريك شوت ذولي ما ادري شلون صراحه. اوكي اللي ضد معرك تراك مسكر عليه الطيف. كان بيموت من الطيحه بس ما تقبله ما تقبله الخصم. اوكي هذا نشب من اول ما طلع يقطع ام الحظ مخيس. اللي ضده مجهز له خلاط لكنه نشب نشب نشبه خايسه ما يقدر يتحرك. اوكي اوه والله رهيب. واحد اثنين يا ساتر شان ثلاثة يا ساتر. رهيبة الحركة والله رهيبة. اوكي ها كيف دخل جوا دخل جوا السيارة ومات فجأة. اوكي لازم يوصلون هذا الشيء لازم يوصلون له. ايش قاعد يطقطق ذا يستهبل ذا السمك يستهبل. ليش ما يفوز ليش ما يفوز والله جد. اوكي هذا بيسوي جلتش الطيران صح. يا ساتر ها كيف شاله كان يلعب 20 اللي ضده ما ادري هو حظ ولا ايش والله ما ادري. هو طلق طلقت نايس. اوه سبلود يعني فجره. اوكي 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 شال بالار بي جي والله عرق. هذا هي 6 قاعد يلعب ارينا هنشوف. اتوقع انه زابت تحت الدرج اتوقع. يا ساتر يا متاهه وش مسوين هنا. اوكي هنا هو. اوكي بنزين على طول اسكيت. والله ذكي 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 خلى البنزين يدخل عنده تراك تموت يا طيب. اوكي بيموت لا والله ما مات. شو بين ميت يقولون الابديت الجديد بيصير الوول بيبر اللي هو الخلفيات اللي بين كل جيم وجيم تتحرك فشيء رهيب والله اللي ضافوها بس اتوقع انه بتثقل على الجهاز. يعني لعب بي سي اتوقع بتروح الفريمات شوي بس يا رهيب. هذه لقطة عادية اللي قبل شوي. اوكي هذا اللي ضده ما ادري ايش وضعه ناشب تحت هذه. اه عطاه بكاكس الضعيف والله عطاه بكاكس سليم مع اني ما شفت الشخص اصلا. جي جي What?
ذبح خويه ولا يتهيالي؟ والله ما ادري ترى ذبح خويه ولا انذبح ولا لا، لان دمج اللي ضده 150 ما ادري وش السالفه. اللي الخويه اسمه يور ديد، ينتظرون واحد سبرايز. يا ساتر 180. اوكي هذا مسوي جلتش. اوكي هلا بالعرق. يا ساتر يا ساتر العرق حق تريك شوت هذا والهنتنج، اقسم بالله انه طر، ما ادري ليش حذفوه، والله قهر انهم حذفوه. ما مداهم ينزلون كذا هنتنج بنفسجي وهنتنج ذهبي فجاه شالوه بلا سبب، والله جد بلا سبب، والله شيء يقهر، والله اني منقر صدق صدق. يا اخي كان سلاح رهيب. ويا ساتر نوسكوب اليم مره. اوكي هذا اوكي واحد جوا. يا ساتر اتوقع انه زي ما توقعت انه بيطلق. طيب ما طلع. اوه شوفوا 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 زابن ايش قاعد يناظر ذا. وش تتوقع يعني انه ما ناظره ولا وش؟ هذا ضد. اوكي يا ساتر والله يا ليزره. اوكي امسح حركه الطيران. ها اي وش ذا كي يطير يوجه. بس خويه مات، شلون مات ما ادري صراحه. شلون قاعد تسوي كذا ذا؟ شلون قاعد يرقص بالسياره؟ شلون قاعد يرقص بالسياره؟ والله جد شلون؟ وغدر فيه على طول. لقى مع البطاقه جي جي والله. هذا ما اللي ضده ما ادري شلون واثق فيه. السيارة قاعدة ترقص، هو كيف؟ لو وقف ترقص السيارة من نفسها. شيء غريب. يا طيب يا طيب قدامك ليش؟ اوكي هذا يمثلني اذا شفت عند روبوت. حو والله اعطاه واحدة هيد. اوكي هذا بينزل اتوقع على بلوكات. الكل كالعادي. لا تقلب يموت. والله بلعب فول دمج، والله بلعب فول دمج. هذا بيصير بعيد ولا ايش؟ لا يا غبي لا لا. هذا استيعابه صفر. حرفيا استيعابه صفر. بس انا اسويها دايم يعني. اوكي. ها؟ ما طيرته. ما طيرت شكويب وذاك. عموما بس هيك مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. قناتي الثانيه تحت في الديسكريبشن للي يبغى يشترك ويشوف الرياكشن. الله يسعدكم جميعا على الدعم، نشوفكم على خير. سلام.